على إثر التعيينات التي تمت، ونناشد الإخوة في الأقاليم لفتح تحقيق الحقيقي لضبط هذه الخروقات والتجاوزات التي تم حبكها بأخوين من راك يدخلوا بموفدين يعني المكتب التنفيذي، وقد سجلنا ببالغ الأسف حضور مجموعة من ما يسمى بالمؤتمرين بدون انخراط مدى الحياة، وعليه فإننا نؤكد انسحابنا من أشغال هذا المؤتمر المفبرك والمزور. من أنتم؟ باعتبارنا أعضاء المكتب الإقليمي الكونفدرالي. عن أي قطاع؟ قطاع التعليم. شنو القطاعات الأخرى اللي انسحبت؟ عندنا القطاع الخاص بأكماله، السلام غاز، الحافلات، القنينات، أكنو الأقري، الحليب، التعليم. قطاع التعليم انسحب كله ولا لا؟ جزء من التعليم انسحب. والمالية، قطاع المالية. وشكرا.